إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرث الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان ذرعت حروف النور بين شفاهه فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى سيدي يا صلى الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه وكيف يخزيه الكريم وكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإن
هي نور قبرك عندما تأتي. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.